بمناسبة هذه المباراة، انتقد الكثير من الناس أداء ريال مدريد في هذه المواجهة، مواجهة بي اس جي، وقالوا إن ريال مدريد ما كانش من المفترض أن يدافع بكل هذه الطريقة قدام الفريق الفرنسي. رأي حضرتك إيه؟ أعتقد أنه لم تكن مباراة جيدة، كانت مباراة دفاعية، لم يكن هذا الشكل الذي كان يعتاد عليه يلعب به ريال مدريد. أعتقد ولكن أعتقد أن باريس سان جيرمان لم يسمح له بطريقته ومنعه من أن يلعب بطريقة هجومية، حيث أنه لديه لعيبة ذات مهارة عالية مثل ميسي. فأعتقد في الخلاصة المباراة لم تكن جيدة، وكانت منتقدة فعلا من الكثير من المشجعين، ولكن لابد أن نكون نعترف الحقيقة بأنه لم يكن ريال مدريد اللعيبة المؤثرة، وبالتالي هذا ما أغضب مشجعينه. طيب، هل ترى أن الدوري الأسباني فقد شعبية أو فقد جماهيرية، بعض الجماهيرية وبعض الشعبية مع رحيل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي؟ بلا شك لكان حظ عظيم جدا للفرق التي تعاقدت مع هؤلاء اللعيبه، لانهم اضافوا الكثير من للدوري الاسباني وعلى مستوى العالم ايضا. اعتقد نتخيل عندما يكون غياب لاعبين مثل هذا الثقل وغادروا الدوري الاسباني، اعتقد بانهم افقدوا قيمه كبيره، ولابد ان نستعيد هذه القيمه، لانهم كانوا يدعمون الدوري الاسباني. واعتقد ان عندما نرى الان الكلاسيكو ما بين ريال مدريد والبرشلونه، وهو يتم متابعتهم من مئات الملايين من المشجعين، فأعتقد أن هذا الوضع تغير الآن ولابد أن يتم تحسينه.